برحب بحضراتكم مشاهدينا مرة أخرى في صوت الناس. بالتأكيد الدستور بيعتبر الخطوة الأولى نحو بناء مصر المستقبل، مصر الجديدة التي خرجنا من أجلها في ثورتين متتاليتين بأكبر حشود في التاريخ. ونحن منذ انتهاء لجنة الخمسين من التصويت النهائي على مسودة الدستور وتسليمها للرئيس عدلي منصور لدعوة المواطنين للاستفتاء خلال الشهر المقبل، وعدنا حضراتكم أن نخصص جزء كبير من فقرات برنامجكم صوت الناس لقراءة الدستور والمقارنة بينه وبين مختلف الدساتير العالمية، حرصا أن يذهب الجميع إلى لجان الاستفتاء ليقول رأيه عن علم وبعيدا عن أي شائعات أو تفسيرات كثيرة ومنتشرة في الآونة الأخيرة. النهاردة الحقيقة معانا الدكتور رأفت فودة، وهو رئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة، لكي نواصل القراءة المستفيضة للدستور الجديد من مختلف الزوايا. دكتور رأفت أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، مساء الخير عليك. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور رأفت، بداية رأي حضرتك في الدستور الجديد يا فندم كمتخصص في القانون العام. يعني مش كله وحش ومش كله حلو. طيب لو هنتكلم على الدستور 247 ماده، يعني ما اقدرش اقول لحضرتك، بقول لك مش نبدأ يعني بالناحية كالعاده الإيجابية. يعني شيء طبيعي انه الحاجه بتكون احيانا فيها مزايا واحيانا فيها عيوب، شيء طبيعي كالانسان في مزايا وفي عيوب. مظبوط. لكن اللي انا شايفه برضو عشان اكمل الجمله ان عيوب هذا الدستور اكثر من مزايا، دي النقطة كأستاذ كون دستوري، لأنه أكيد القناة عارفة أن أنا ما بشتغلش بالسياسة وليس لي طموح سياسي، ولا منتظر مقعد في البرلمان ولا منتظر مقعد حضرتك في الوزارة. حضرتك بتقول رأيك قانوني؟ لا، ده أنا كأستاذ متخصص وبدرس القانون وبس اللي هو الدستور. نعم، بس يعني ماليش أي أطماع تانية. فأنا بقول للشعب المصري ما هو في الدستور من حلو ومن حاجات على علامات استفهام بالنسبة لنا ممكن تكون غير مقبولة. طب أنا دلوقتي قلقت الحقيقة لما حضرتك قلت إنه العيوب الخاصة بهذا الدستور أكتر من مميزاته. بكتير. طيب أنا كنت عايز أبدأ بالناحية الإيجابية بس أوي الجملة أوي. بس الجملة اللي حضرتك قلتها برضو بشير ولا تنفره، خلينا نبدأ بالإيجابية. خلاص بشير ولا تنفره. ليه لا؟ يعني أنا مش هجيب من الناحية الإيجابية وأنا دايما لما بروح أي قناة أنا ببدأ بنفس الجملة وبالإيجابي يعني. طيب. وأنا الحاجات دي أنا كاتبها موجودة أهوت. تلتزم الدولة في المادة 18 بإقامة تأمين صحي. تمام. ده ما كانش موجود. الالتزام، كلمة تلتزم طبعا. الألفاظ عندنا في القانون الدستوري هي كل شيء، ولذلك كلمة واحدة تفرق يا دكتور. لا يعني كلمة أو فعل بدل فعل. يعني لما أجي أقول لك تكفل الدولة كذا غير ما أقول لك تلتزم الدولة بكذا. تمام. دي واضحة عند العامة يعني. فأنا مثلا بقول لك حاجة جميلة جدا، إن الدولة ألزمت نفسها إن تعمل غطاء تأمين صحي لجميع المصريين ضد كل الأمراض. اظن دي يعني حاجه جميله ما كانتش موجوده بالالتزام. ان الدوله تلتزم فيها. لا، ومساله كمان ضد كل الامراض دي، ده شيء يغطي عام كل الامراض. يغطي كل الامراض مهم جدا جدا. وطبعا هي الدوله مش هتدفع من جيبها، لان يعني وده شيء بديهي ما كل الدول كده. وينظم القانون اسهام المواطنين في اشتراكات او اعفائهم منها. يعني اللي عنده اللي بيجي له دخل هيدفع اشتراكات تامين، اللي ما عندوش يعفى منها ومع ذلك يتعالج. خدت بال حضرتك؟ فدي حاجه يعني جميله. لا، وبعدين هو كمان يعني بيذكر التفاصيل، يعني مساله كل الامراض دي اعتقد ان هي نقطه مهمه قوي، لانه في امراض الحقيقه بتحتاج الى علاج مكلف جدا، فان هو يخلوا الموضوع شامل لعلاج كل الامراض اعتقد ان دي نقطه ما كانتش موجوده ومهمه ان يتم ذكرها. يعني ما علشان كده انا يعني قلت لك الاثنين زي بعض بالظبط، تلتزم وكل الامراض. تمام. يعني واحده من غير الثانيه كانت هتبقى حلوه، بس هيبقى برضو مش ناقصها قوي. شيء مش قوي ناقصها. تمام. شيء. فعلشان كده بقول لحضرتك تعرفي كمان انه الدستور رفع سن التعليم الالزامي للمرحله الثانويه. ده في الماده 19. تمام. كنا مره ابتدائي ومره متوسط ومره بعد كده وصلنا للثانويه العامه. دي الزامي. نعم. يعني ما حدش يهرب ولاده والحاجات لحد الثانويه على الاقل. حتى لو ما كملش تعليم يبقى راجل بيعرف يقرا ويكتب وراجل بيعرف يفكر وبتاع، لانه على الاقل معاه دبلومه او ثانويه عامه. نعم. دي من الحاجات الجميله. اقول لحضرتك من الجميل انه في الماده 32 جعل ومسوده الدستور موارد الدوله الطبيعيه ملك للشعب. بمعنى ايه يا فندم؟ لا، ملك للشعب، يعني ما يقدرش حد يبيع فيها ولا يشتري فيها ولا كذا الا لما يجيب موافقه الشعب. تمام.
ادي موارد الدولة الطبيعية. تمام. الموارد كلها، اي حاجة عندنا، ان كان بترول، ان كان معادن، ان كان غاز، ان كان ذهب، ان كان بحار، محيطات، حاجات اللي فيها، ده ملك للشعب. تمام. إيه؟ مش ملك رئيس الجمهورية يحطه في جيبه ويوديه سويسرا ولا يوديه حتة تانية. دي حاجات برضو من الحاجات لا دي كانت ناقصة. إيه؟ ولذلك كان في حرية كبيرة للقائمين سواء في الحكومة أو في الوزارة والبتاع إنه يمشي حاله يعني بالكتير، لأنه كان بيعتبر إنه جيبه وجيب الشعب واحد. إيه؟ لكن هنا يقول لك ملك للشعب، علشان كده ممكن لأي واحد يجي للوزير، الوزير طبعا أنت عارفها وده موجود من أيام مرسي مش من ايام مبارك، انه قبل ما يخش الوزاره بيقدم اقرار ضريبي، وهو خارج من الوزاره بيقدم اقرار ضريبي. هو المصيبه انه هو لوحده بس، لكن المفروض هو وعائلته واولاده والحاجات دي كلها، وبعدين يجي اي واحد من الشعب يقول له الله انت جبت الحاجات دي منين؟ انت كنت في الوزاره مرتبك كذا، جبت الباقي ملك للشعب. تمام. يبقى ترجع. فدي من ضمن الحاجات يعني برضو الجميله اللي موجودة في الدستور، بأثر على طول على ومن ضمن الجميلة برضو، وأنا يمكن لي الفضل في هذا، إن المادة 52 إن نصينا على التعذيب بكل صور وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقاضي. تمام. دي كنا احنا بعتناها وقلنا عنها، وإيه كمان وتمت الاستجابة ليها. كنا عاملين دستور جمعية تأسيسية موازية، والشغل اللي بنعمله كنا بنبعته للجنة الخمسين، يعني خدوا من ضمن اللي إيه قلناه حاجات. وعندنا برضو فالتعذيب دلوقتي أصبح جريمة لا تسقط بالتقادم، احنا كنا حاطينها وموديناها لهم انها تصبح جناية مش جريمة. يعني كلمة جريمة انت عارفة ان هي تبدأ من المخالفة فالجنحة فالجناية، احنا كنا بعتين النص انه يكون جناية لا تسقط بالتقادم. حتى ولو ان قانون العقوبات بيجعلها جناية، لكن هو دلوقتي ممكن القوانين تتغير. وعلى فكرة قانون العقوبات اتغير، وعدلي بيه منصور غيره، شال لحد الاقصى الحبس الاحتياطي، وبالتالي ممكن الانسان يحبس احتياطيا لحد ما يودع الدنيا ويروح على بيته في الاخرة يعني. فالقوانين العقوبات بتتغير، وبناء عليه كنا احنا عايزينها تبقى جناية، لا يجي حد يخليها جنحة ولا يخليها حاجة عقوبتها مالية وبقت جناية فعلا. لا، ما انا بقولك هو بيقول جريمة لا تسقط بالتقادم، يعني فيها حلو وفيها حاجة شوية ملح ناقصين. طيب حضرتك دلوقتي ذكرت يا فندم النواحي الإيجابية، علشان ده في كتير يعني انا بقول اهو، بس يعني اهو في رؤية تفاؤلية نخش على الجد. عايزين بس علشان نطمن الناس، يعني حضرتك ذكرت انه في نواحي إيجابية كتيرة جدا موجودة في الدستور، ولكن ذكرت انه ايضا في نواحي سلبيه، وحضرتك شايف ان هي اكتر من الايجابيه. طيب ممكن الناس برضو يبقى عندها وعي بالنواحي السلبيه دي، علشان يبقوا عارفين وهم رايحين يستفتوا على الدستور. يعني أنا كنت بحسب انك انت هتقولي خلينا في الاجابه على طول. لا، احنا لازم نوضح الصوره من كل الزوايا. يعني طبعا كويس قوي ان انا اقول لحضرتك. الماده الاولى بتقول ان النظام بتاعنا جمهوري ديمقراطي. هي بتقول جمهوريه مصر العربيه نظامها جمهوري ديمقراطي. طالما هي جمهوريه يبقى ما فيش حاجة اسمها نظامها جمهوري، لأن النص بيقول هي جمهورية. فكلمة جمهوري المقصود بها إنه رئاسي. فاللجنة الخمسين اختارت بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي والنظام المختلط، وجابت النظام الرئاسي على النمط الأمريكي، على النمط الأمريكي. وده ما يتمشاش مع مصر. ولو شفت العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هتلاحظي ان الكفة ترجح لجانب رئيس الدولة، رئيس الدولة لوحده. فسلطاته جت كاملة شاملة مطلقة لكل صغيرة وكبيرة. حتى لما يحصل صراع بينه وبين البرلمان، الدستور حل الصراع لصالح رئيس الجمهورية. يعني لو جه حله لرئيس الجمهورية حل البرلمان، بس يستفتي الشعب. الشعب لو وافق على حل البرلمان بتحل البرلمان، لكن ما جابش راح واقف. مرسي كان جايب النقطه دي. طب واذا رفض الشعب حل البرلمان؟ ما قالش حاجه، يبقى المفروض رئيس الجمهوريه اللي يستقيل. كان عندي مرسي يعتبر رئيس الجمهوريه مستقيل. فساب الحته دي لصالح رئيس الجمهوريه. خدت بال حضرتك؟ فانا بقول لك ان لو عندنا وقت نبقى نخش في صلاحيات رئيس الجمهوريه، لانه لم يترك شيء على الاطلاق للحكومه. ويعني علشان ما نقولش يعني ايه يا فندم لم يترك اي شيء على الاطلاق، اي صلاحيات للحكومه؟ ما انت عارفه ان الحكومه في، يعني حضرتك شايف انه الصلاحيات كلها في ايد رئيس الجمهوريه؟ يا فندم هي في ايد رئيس الجمهوريه بالنص. بصي الحكومه ادا اهو اختصاصات الحكومه الماده 167، خلي بالك من الكلام. تمارس الحكومه بوجه خاص الاختصاصات الاتيه: الاشتراك مع رئيس الجمهوريه في وضع السياسه العامه،
انها تشترك مع رئيس الجمهوريه في وضع السياسه العامه بتاعه الدوله والاشراف على تنفيذها، المحافظه على الامن اللي هي الداخليه. يعني خدت بال حضرتك؟ توجيه اعمال الوزارات والجهات والهيئات التابعه لها والتنسيق بينها ومتابعتها، ولا لها معنى؟ طيب لو لو إعداد يعني مشروعات القوانين، نعم، ولا لها طيب إيه؟ طيب دكتور رأفت، طبعا القرارات انا لست قانونيه، ولكن ما انا بقول للشعب، الشعب فيه قانوني طبعا. ادي اختصاصات الحكومه، اعداد مشروع الخطه، اعداد مشروع الموازنه، عقد القروض، تنفيذ القوانين. طيب يا فندم، انا بقول لحضرتك انا بس. يعني لست قانونيه، ولكن بالمنطق مثلا يعني مش من المحتمل مثلا انه تم وضع هذه المواد من اجل ان يكون القرار في ايد رئيس الجمهوريه في وقت صعب جدا، مصر مثلا بتمر بخلافات بين مختلف الاحزاب والقوى السياسيه، وبالتالي لازم يكون في قرار موحد هو اللي يقدر ان هو يكون حاسم بعيدا عن كل هذه الخلافات بين مختلف التيارات السياسيه؟ كلامك جميل جدا. ده منطقيا، لكن طبعا قانونيا رأي حضرتك. لا، على فكرة هو ده الشائع بين المحطات دلوقتي ووسائل الإعلام، انهم بيبرروا كل شيء بالظروف، بس الظروف دي ثورة. نعم. ده ثورة هي اللي قامت. نعم. ولذلك الثورة قامت ليه؟ طب ما كان كل شيء في ايد مبارك، ليه خلعناه؟ ليه ما كان فعلا كل شيء، حتى لدرجة انه كان هيورث لابنه، والظروف كانت صعبة، وكان في إرهاب، وكان فيه، وتذكرين إرهاب لوكسور، على إرهاب طبعا متحف التحرير، على 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 طب ما كناش عملنا حاجة. احنا عايزين كونك انك تركز السلطات في القانون، انك تركز السلطات وتقولي باسم الظروف عشان تبقى في ايد واحد، انقلب الى دكتاتور. لان يعني السلطة هم بكده بيسموها في القانون، فلاسفة القانون بيقول لك جنون السلطة. لما واحد يشوف في نفسه في ايده كل حاجة، تطلع ايه الحكومة يعني، تطلع ايه الشعب، يطلع ايه كده، فبيتحول لدكتاتور. طيب حضرتك، فالظروف اللي احنا فيها بالعكس مش محتاجة ان واحد ينفرد. اقول لك ليه؟ الحل ايه؟ طيب عشان الخلافات بين مختلف القوى السياسية. يا سيدة، الحل موجود في كل دول الدنيا، يعني احنا مش هنخترع العجلة. الحل موجود في كل دول الدنيا. ازاي؟ انه لو انفرد، طب ما ممكن يغلط في قرار ويقول المظاهرات هدوسها بالدبابات. فاكرة السادات لما قالها فرمو، ولا ما كنتيش لسه سمعتي؟ مش عايز اقول اتولدتي. لا، هو طلع على الشعب وقال اللي هيعمل كذا هفرمه، لانه كان في ايده كل السلطات، وكان هيفرمه بالفعل، وكان بفرم ناس على فكره يعني. فليه من العنفوان بتاع السلطه؟ الاحسن ان يبقى فيه تعقل، بدل ما واحد ينفرد بالقرار. مجلس الوزراء، مجلس الوزراء انت عارف ان بيبقى على الاقل مينيمم 30 وزير. لما 30 وزير يقعدوا حول الترابيزه كده ويناقشوا في قرار ازاي نواجه كذا، زي ما حصل للبيبلاوي لما جمع المجلس الاعلى للجامعات وجابهم، ايه يا جماعه اللي في الجامعه، تعالوا نفكر نعمل ايه ونطلع بايه. ده قرار اسمه مجموعه. لكن لما واحد يقول لك احرقوا الجامعات، اقفلوا الجامعات، يقوم بقى الشعب يطلع عليه ياكله، يبقى مش هنعيش في يعني. اللي انا عايز اقوله، الانفراد بالقرار ده من ملامح ديكتاتوريه النظام. كل علماء القانون الدستوري بيقولوا كده، حتى الدكتور احمد كمال ابو المجد الله يديله الصحه كان يقول لك ايه، وانت حافظاها بس انت مش عايزه تقولي، السلطه المطلقه مفسده مطلقه. طب حضرتك شايف ان ده علاجه ايه؟ ده استاذنا. السلطه المطلقه مفسده مطلقه. رئيس الجمهوريه جاي هنا كامل مكمل، حاطط راسه براس اوباما. ازاي من الممكن تعديل النقطه دي من وجهه نظرك؟ التعديل انتهى. احنا دلوقتي بنكلم الشعب عشان نعرفه يروح يقول ايه. هو حر، والمفروض ان احنا ما نقولش للشعب لا تقول ولا تقول نعم، نسيبه حر نزيه، نحترم ارادته. يعني انا استاذ كوند بيسالوني هتصوت بيه على الهوا، اقول لهم دي حاجه خاصه بيا طبعا. في ناس بيكرهوني هيصوتوا ضدي، في ناس بيحبوني هيصوتوا زيي، يبقى انا زورت ارادته. اتحمل وزرهم ليه؟ ما كل واحد يعرف اللي هيروح يصوت عليه، وكل واحد متعلق من عروقه زي ما بيقولوا يعني. يبقى اذا انا بقول اللي في الدستور، وبعد كده انا اسيبك حره، ما اقدرش اثر على ارادتك. نعم. ما بقاش استاذ كون دستور. لان الديمقراطيه تعني، ولذلك اتكلموا عن ايه؟ نزاهه الانتخابات، شفافيه الانتخابات، يعني ما احطش صوت لفلان ويطلع الاقيه مره تانية لفلان من الصندوق التاني، ازاي طلع الكلام ده؟ ما هو ده يبقى معناها تزوير في صوتي. نعم. فانا لما زن على دماغ الشعب كل يوم 24 ساعه واقول له قول كذا ولا كذا، دي تزوير لاراده الناخب وعدم احترام لاراده الشعب. طيب قبل ما حضرتك تستأنف النقط السلبيه اللي موجوده في الدستور، الحقيقه في نقطه ايضا
عايزه راي حضرتك فيها يا دكتور رفعت. والحقيقه كتر قوي الكلام عليها. انا على فكره لسه ما قلتش ولا نقطه سلبيه غير ديكتاتوريه رئيس الدوله. ما دي ممكن تكون مرتبطه شويه انه البعض نظر اليها بشكل سلبي. مساله التغيير في الدباجه الخاصه بالدستور، انا مش كنت عايز ابدا لما لقيتك قلت لك نبدا بالجميل، مش كنت عايز ابدا بيها. هم اللي فضحوا روحهم مش احنا. انا كنت على الهوا امبارح ودخل زميل فاضل على الهوا اسمه الاستاذ حسين عبد الرازق اللي هو عن حزب التجمع عضو في لجنه الخمسين، وقال ان الديباجه اتغيرت بعد ما تم التصويت عليها. وانا النهارده طلعت ايه مقاله في احدى الصحف وقلت انه هذا الاستاذ الفاضل العظيم هو لا يتحدث من فراغ، انه حصل تزوير في المسوده، وتزوير في كلمة خطرة جدا 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 جدا، ان الحكومة مدنية ولا الحكم مدني. حضرتك ليه شايف ان هو تزوير مش تغيير؟ ده بعد التصويت يا فندم. بعد التصويت يا فندم، ده بعد التصويت يا فندم. يبقى ازاي تغيير؟ يعني مين يملك يغير ولا رئيس الجمهورية يا فندم؟ لا يملك رئيس الجمهورية ان يعلق في المسود. ممكن حضرتك تفسر لنا قانونيا الفرق بين حكمها مدني وحكومتها مدنية؟ حلوة قوي. نظام الحكم المدني اللي هو موجود في المادة الأولانية، جمهورية مصر العربية دولة كذا، وإيه نظامها، بدل ما يقولوا مدني قالوا جمهوري ديمقراطي، كنت إحنا بعتينها إن نظامها ديمقراطي مدني. نعم. النظام المدني معناها إن كافة هيئات الدولة من سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية وهيئات مستقلة وغير ذلك هي مدنية، لا تشتغل لا إيه بالدين ولا بالعسكرية. تمام. ادي كلمة نظام مدني، يعني يفصل بين الدين ونظام الحكم في الدولة، ويفصل بين العسكرية ونظام الحكم في الدولة. يبقى ايه نظام مدني؟ ما تلاقيش واحد عسكري رئيس جمهورية. مش معناها ان العسكر لا يستقيل ويلبس المدني ويطلع ويقدم برنامجه للناس وننتخبه، لكن ما يجيش كده من الجيش على كذا، او من الازهر او من السلفيين ونط على ايه نظام الحكم، لا، ويشتغل عسكرية على سياسة. ادي كلمة نظام مدني، وده موجود دول العالم كلها. مش هو الحكم المدني. الحكم المدني يا فندم. تمام. ده دول العالم كلها كلها كلها، عدا عارفة نظام اتاتورك كان عسكري وانقلبوا عليه وغيروه، يعني التاريخ بيقول نفسه. عارفة نظام كوبا كان عسكري. حتى دلوقتي راؤول كاسترو بيغير في البتاع وبيجيب شويه مدنيه رغم انه اصله عسكري. والعسكريين هم اللي ماسكين كل حاجه. لما نقول نظام حكومه مدنيه ما يكونش كل المحافظين اللي وقعت في الجيش، ما يكونش امال ايه يا فندم؟ ايه ادي نظام مدني. اما حكومه مدنيه هي لا تعني في القانون الدستوري شيء على الاطلاق، على الاطلاق، لان لفظ الحكومه موجود اهو اللي انا قريته لحضرتك. الحكومه هي الوزراء، هي ذوي القيادات العليا الإدارية في الدولة، من مدير عام في مفهوم فوكيل وزارة فمحافظ. يبقى ما نقول حكومة مدنية يبقى إيه المفروض؟ إن ما يكونش فيها وزير عسكري، يبقى ما مش هيكون فيها وزير دفاع. دي كارثة. ده اللي عملها يعني هكمل أنا في الآخر. المفروض إن ما يكونش فيها وزير عسكري، يبقى وزير دفاع، لأن الحكومة مدنية. أنت جاي تعمل إيه؟ المفروض إن ما يكونش فيها وزير أوقاف، أنت جاي تعمل إيه؟ ده أنت راجل دين، والحكومه الديباجه بتقول ان حكومه مدنيه. وخلي بالك ان في نص في الاحكام الانتقاليه بيقول الديباجه جزء لا يتجزأ من الدستور. بس برضه في اراء بعض الحقيقه يعني القانونيين اللي ذكروا انه ايوه يا فندم انه ما كانش مهم اصلا يبقى في ديباجه مثلا، تم الحديث عن النقطه لا دي. لا ما هو وانا معاهم، دي مش مشكله. الديباجه دي مش مشكلتي. الديباجه ان في حاجات، انت عارفه قصه الديباجه جت ازاي؟ ما هي بنت من الاخر قصة الديباجة، انه كان في حاجات مختلف عليها داخل الدستور وكانوا هيعطلوا الدستور، زي ايه؟ المادة 219 وتحصين وزير الدفاع والكلام ده كله. فبدأوا يزقوا لقدام ويخلصوا في مواد تانية، فجم اتزنقوا في 3 ايام وفضل المدة حسب ميعادهم، هي المدة انتهت من زمان. المهم ان هم اتزنقوا، فقالوا نعمل ديباجة ونحط فيها الحاجات اللي احنا مختلفين عليها. ادي قصة ديباجة الدستور. هو جه يعني نظام عشوائي كده، فكان ناقصها حاجتين، تفسير علشان يرضوا السلفيين، تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، فهم عايزين المادة 219، فقالوا لا احنا هناخد احكام المحكمة الدستورية، فراحوا ناصين باحكام المحكمة الدستورية تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية في الدباج. تمام. وبعدين لسه في حاجة،
اللي هي اللي كان الاقباط وشباب الثوره وثوره مطلب من مطالب 30 يونيو حكم مدني. أيوه. احنا مش عايزين نظام المجلس العسكري، ومش عايزين نظام مرشد الاخوان، احنا عايزين حكم مدني. فعلشان يجيبوها راحوا حاطينها في الديباجه، فقلنا احنا الديباجه في مصر ليس لها قوه الزاميه، ما هيش من قوه الدستور. فقلنا لهم طالما انتوا حليتوا الموضوع في الديباجه يبقى حطوا نص يجعل الديباجه كل اللي يتجزأ من الدستور، فوضعوا هذا النص، وبناء عليه أصبحوا مهمين جدا الكلمتين دول، تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية وتركها للمحكمة الدستورية العليا. اتنين المهم جدا كلمة المدني، إن النظام الحكم مدني، وده اللي قاله حسين بيه عبد الرازق، وطلع برضو بعض أعضاء لجنة الخمسين وقالوا احنا ما صوتناش على حكومة مدنية لأن هي أصلا ملهاش معنى. لكن فوجئنا في الديباجة بعد كده إن المكتوب والموقعة من عمرو بيه موسى إن هي حكومة مدنية. فعلشان كده أنا بقول هي نظام حكم مدني ولا حكومة مدنية، الناس اللي صوتوا على حكم مدني المفروض إنه احنا يعني أنا بعتبر إن ده تزوير لإرادة المصريين وتزوير في أوراق رسمية بتاعت لجنة الانتخابات. نعم. والمفروض إن النائب العام يتولى هذا الموضوع ويشوف الموضوع كان أصله حكم مدني ولا حكومة مدنية. نعم. وكيف دخل هذا التغيير، لأن التزوير هو تغيير بعد ما صوته لا يملك أحد إن ولا رئيس الجمهورية، ده يؤثر على شرعية الدستور يا فندم. ما هو دي النقطة، ولذلك أنا طلبت النهاردة في المقالة رئيس الجمهورية أن يوقف الاستفتاء على الدستور وعرض الأمر على القضاء حتى يبان إن كان هناك تزوير في ديباجة الدستور ولا لا، لأن ديباجة الدستور جزء من الدستور بنص الدستور بنص مشروع. نعم. الدستور. نعم. خدت بال حضرتك؟ يبقى عندنا المفروض إنه يوقف الاستفتاء، لو مش على الطريق يبقى الشعب هيبقى في مشاكل كتير جدا جدا جدا، لأن تفرق من حكومة مدنية ولا لها معنى؟ ملهاش معنى، ما حدش في العالم بيقول حاجة اسمها حكومة مدنية، خدت بالك؟ لكن حكم مدني كل العالم ماشي بيه، كل العالم الديمقراطي ناقص، واحنا حتى ده السبب ان احنا خرجنا على مرسي لانه كان جايب حكم المرشد، فقلنا له لا مدني 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 حكم مدني. فكلمه حكم الحكومه اللي عملها على فكره واحد خطير، واحد عارف الفرق، واحد يعني مش عايز اقول لك خبير في النظم الدستوريه وفي الحاجات دي كلها وفي وعارف ان الكلمه دي فان تبين ذلك يبقى المفروض النيابه العامه تحيله للتحقيق وتولى امرها، ورئيس الجمهوريه ما يستفتيش الشعب الا لما النيابة العامة تقول موقفها. طيب. والقضاء يقول موقف. أنا بتوقف مع حضرتك يا فندم مع خبر عاجل الحقيقة ورد إلينا أنه انتهت مجموعة الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين من جلستها حاليا. الحقيقة كانت هذه الجلسة لها الكثير من الطلبات، ولعل أبرز هذه المطالب رفع المعاشات. معنا من هناك تامر مجدي علشان نتعرف أكتر على تفاصيل هذه الجلسة. مساء الخير يا تامر. مساء النور يا فندم. يا ريت يا تامر تقول لنا تفاصيل يعني اللي انتهت اليه الجمعيه العموميه. طيب، هو بعد ما انتهت الجمعيه العموميه تم التصويت النهارده على ثلاث مواد اساسيه جديده اقترحها النقيب سامح عاشور وعدد من اعضاء مجلس النقابه، كان ابرزهم هو زياده رفع المعاشات الخاصة بالمحامين من الحد الأدنى، واللي رفع أيضا الحد الأدنى من 500 جنيه من 250 إلى 500 جنيه. نعم. ورفع المعاشات من 1000 جنيه إلى 1600 جنيه. مم. الحاجة الثانية اللي طلبوا عليها النهارده التصويت هو تأمين الصحي إجباري على كافة المحامين داخل الجمهورية، وإنه هيزيد كمان الحاجة الثالثة هتزيد كمان الدرجات في الجلسات ورسوم القيد داخل نقابة المحامين، وده علشان دعم الموارد الخاصة بنقابة المحامين وإنه يغطي كمان تكاليف العلاج وتكاليف التأمين الصحي الخاص بالمحامين. نقيب المحامين سامح عاشور قال لنا في صفحات خاصه للمحور انه تقريبا تم الموافقه بنسبه 80% فوق 80% على هذه الاقتراحات الثلاثه، وانه هيتم اعلان النتيجه بعد دقائق في مؤتمر صحفي كبير. نعم. كل المحامين اللي كانوا موجودين من كل المحافظات ونقباء المحافظات كلهم كانوا متواجدين النهارده في الجمعيه العموميه اللي عقدتها نقابه المحامين للتصويت على هذه المبادئ المقترحات الثلاثه، اللي تقريبا في موافقه واجماع كبير جدا عليها. هم كمان اتكلموا على انه هيكون في نسبه ماديه هتاخدها اسره المحامي في حاله العلاج وجود في اصابه كبيره تضر بعمله او في قدر الله حاله الوفاه، هتقدر تقريبا اقل حاجه هتبقى 20,000 جنيه لاسره المحامي في حاله الاصابه بشيء كبير، او في حاله الوفاه هتبقى فوق ال 50,000 جنيه. نعم.
أنا بشكرك يا تامر، شكرا جزيلا على التفاصيل الخاصة طبعا بآخر ما وصلت إليه الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين. برجع تاني إلى ضيفي الكريم دكتور رأفت. نعم. لو هنتكلم يا فندم على باقي النقاط اللي حضرتك يعني بتأخذها على الدستور الجديد. يعني طبعا للخلل، بعد الخلل الخطير اللي محتاجين نفصل فيه كتير، لكن ده يكفي ان احنا نقوله باختصار، وانا على مسؤوليتك كأستاذ قانون دستوري، ان هناك خلل كبير في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وحتى في كيفية سلطات رئيس الجمهورية علاقة مقارنة بالحكومة. نعم. لأن الحكومة انقلبت من وزراء إلى سكرتارية زي النظام الرئاسي، هو بيسمى سكرتير دتا في أمريكا، ما بيسماش وزير، ما فيش لقب وزير موجود في أمريكا. كلمة وزير مش موجودة، إحنا اللي بنقول جاي لنا وزير الخارجية، هو مش وزير خارجية، هو اسمه سكرتير دتا دافير إترانجي، خدت بال حضرتك؟ فإحنا عندنا الحكومة انقلبت إلى ذلك لصالح الرئيس اللي جاي القادم، سلطاته كاملة مكملة مطلقة، وصحيح جه فيها نصوص متعلقة بمسؤوليته وبسحب الثقة منه وفي حالة ارتكاب جريمة أو خيانة عظمى، لكن ده ما يخفيش أن السلطات المطلقة مفسدة مطلقة. ده فيما يتعلق بمجلس النواب، هم ما اختاروش نظام المجلسين. طب احنا نتوقف عند النقطة دي فيما يتعلق بمجلس النواب، علشان هيشاركنا أيضا في هذا الحوار سيادة المستشار محمد عبد السلام رئيس لجنة مقاومة الدولة وممثل الأزهر الشريف في لجنة الخمسين. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سيادة المستشار. طبعا لو حضرتك متابع هذا الحوار من البداية دكتور رأفت، الحقيقة شايف أنه في مزايا وفي عيوب في الدستور الجديد، ولكن هو بيرى أنه النقاط التي تؤخذ على الدستور الجديد العيوب أكثر من المزايا، رأي حضرتك يا فندم؟ بداية أنا برحب بحضرتك، أهلا وسهلا، وبرحب بسعادة الدكتور. أنا الحقيقة مش متابع الحوار من أوله، لكن دكتور رأفت فوضى اتكلم يا فندم بشكل أساسي على التغيير اللي حصل في الدباجة بعد التصويت. دكتور رأفت مش بيعتبر أنه ده تغيير، بيعتبر أنه إذا كان حدث تغيير بعد التصويت فهو بيعتبره أنه هو تزوير، أنه إزاي يتم التغيير من حكمها مدني إلى حكومة مدنية، ده اللي ذكره دكتور رأفت. رأي حضرتك يا فندم؟ هو أنا الحقيقة بس عايز أقول أنه إن كان حدث فهو تزوير، إنما الحقيقة هو لم يحدث أصلا. يعني أرجو بس أنه إحنا في معلوماتنا فيما يتعلق بالدستور أو يعني مراسم التصويت في الدستور والعمل في الدستور نكون يعني في شيء من الدقة والتحقق طبعا. لأنه الحقيقة أنه من يراجع جلسات الدستور على القنوات أو على التسجيلات الخاصة بها أو في المضابط، فيجد أن السيد عمرو موسى قال أن الدولة حكومتها مدنية مرتين. فدي مسألة مش تزوير ولا حاجة، بالعكس قبل التصويت. نعم، قبل التصويت، لا أثناء التصويت. ما يتم التصويت عليه هو أن السيد عمرو موسى ذكر الجملة التي انطبق على حكومتها مدنية مرتين. نعم. وبلغة عربية فصيحة كمان، حكومتها نعم. مدنية. نعم. وبالتالي فالحديث حول هذا الأمر أعتقد أنه حديث خالي من الدقة والتحقق، وأرجو أنه الجميع يلتفت إلى هذا الأمر. نعم. خصوصا أنه لائحة اللجنة انتهت بعد التصويت، فبالتالي ليس من حق اللجنة ولا من حق أي أحد أنه يعدل فيها، ولم يحدث أي تعديل إطلاقا. نعم. نعم. طيب دكتور رافت عايز يسال حضرتك سياده المستشار، مساء الخير عليك. احنا ما بندعيش هذا على الاطلاق، ده احنا علمنا بيه وعلمنا بيه من اعضاء في لجنه الخمسين، الا وهو وكان على الهواء مباشره زي حضرتك دلوقتي في مكالمه تليفونيه، اسمه الاستاذ حسين عبد الرازق، اللي هو ممثل لحزب التجمع، وقال ان السيد عمرو موسى قال حكمها مدني ورجع تاني قال حكومتها مدنيه، فاعترضنا على كلمه حكومتها وقلنا له انت بتقرا ازاي يا ريس، فقال انا اسف هي حكمها مدني، وبناء عليه صوتوا على هذا، واللي قالوا زي ما بقول لحضرتك من لجنه الخمسين، احنا ملناش دخل في الموضوع. تمام. هو انا بس عايز اوضح لحضرتك حاجه، هو الحقيقه السيد عمرو موسى ذكر حكومته مدنيه مرتين، وعرض الامر للتصويت وتم التصويت على الديباجه بالاجماع، انما احد الزملاء ارسل له ورقه بعد التصويت
أراها، قال إنه في بعض الزملاء بيقولوا على بعض الملاحظات، من بين هذه الملاحظات فأرى بعض الجمل، يعني من الجمل اللي أراها قال يعني مش عارف دولة ديمقراطية حكمها مدني، كملاحظات ذكرها، لكن لم يتم التصويت على هذه الملاحظات. ما تم التصويت عليه هو الديباجة في مجملها، وهي انطوت على حكومتها مدنية. طيب. وأعتقد أنه الدخول في هذا الجدل، أنا شايف أنه ربما جدل شكلي، لأنه المضابط موجودة والتسجيلات موجودة، وامبارح السيد عمرو موسى جمع بعض الناس اللي كان ليهم ملاحظات، منهم السيد ممثل الكنيسة أعتقد الكاثوليكية والإنجيلية، وسمعهم المضابط والتسجيلات بنفسهم يعني. نعم. وهم أصدروا بيان بعد كده وقالوا أنه فعلا إحنا يعني تأكدنا من هذا وتحققنا من هذا. طيب مع المستشار بصفة حضرتك يعني رئيس لجنة مقومات المجتمع، يعني ايه حكومتها مدنية واين قرأناها في كتب القانون؟ والله يا سعادة الدكتور، حضرتك استاذ كبير، اولا تعلم سيادتك انه لا يوجد دستور، فيما قرأت لا يوجد دستور في العالم ينطوي على كلمة دولة مدنية. لا يا فندم، في الدستور الفرنسي يا فندم، يا فندم الدستور الفرنسي المواد الاولى في الدستور الفرنسي بتقول سيتان ريجيم ديموكراتيك لايك، لايك موجوده يا فندم في الدستور الفرنسي في اوائل في مقومات المجتمع. أنا فيما قراته من الدستور الفرنسي المترجم لم اجد فيه كلمه مدنيه. لا المترجم لا يا فندم، ارجع للاصل لايك. يعني لايك على كل حال انا قراته بيني وبين المتخصصين، بعدين لايك دي انا اعتقد انها علمانيه. لا يا فندم، مدنيه، المعادله لمدنيه. طيب. لكن حضرتك مش مهم، بس قول لنا يعني ايه حكومه مدنيه. طيب انا بشكر، لان احنا مش عارفين. نعم انا بشكر حضرتك سياده المستشار محمد عبد السلام، رئيس لجنه مقومات الدوله وممثل الازهر في لجنه الخمسين. ولكن يا فندم قبل ما انا اختتم يعني هذا الاتصال التليفوني، رأي حضرتك في عجالة فيما ذكره أيضا دكتور رأفت فودة، أنه في مزايا وفي عيوب أيضا في الدستور الجديد، وأن العيوب أكتر. عايزين بس نطمن الناس سيادة المستشار. طيب للأسف أنه الاتصال اتقطع. بشكر طبعا سيادة المستشار اللي كان معانا على التليفون، سيادة المستشار محمد عبد السلام. ومشاهدينا طبعا هذا الحوار حول الدستور المصري والاستفتاء على الدستور المصري، ما له وما عليه الدستور الجديد، طبعا هنواصل الحديث فيه بعد الفاصل مباشرة، انتظرونا.